لم تذهب مفاوضات القبرصة الأتراك واليونانيين بعيدا في محادثاتهما غير الرسمية التي ترعاها الأمم المتحدة. هذه الجولة من المفاوضات انعقدت على أمل الخروج بحل بعدما باءت بالفشل كل المحاولات السابقة لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ عام 1974. نرحب باقتراحات مختلف الأطراف، والأمين العام يحث الجميع على استخدام اللغة الدبلوماسية بشكل صريح وواضح، ومن المهم أن نؤكد مجددا أن هذه المحادثات هي غير رسمية. وخلال المفاوضات اقترح القبرص الأتراك حلا للنزاع يقوم على أساس إقامة دولتين في جزيرة قبرص، وهو الطرح الذي رفضه القبرصة اليونانيون. ويتضمن مقترح القبرصة الأتراك استصدار قرار من مجلس الأمن يكفل المساواة للطرفين وإجراء استفتاء متزامن في شطري الجزيرة، وهو المقترح الذي وصفه رئيس حكومة قبرص اليونانية بأنه يمثل خيبة أمل كبيرة. وانقسمت الجزيرة عام 1974 إلى شطرين، أحدهما للقبرصة اليونانيين في الجنوب والآخر للقبرصة الأتراك في الشمال، والذي لا يعترف به سوى تركيا، بينما يشارك وزراء خارجية اليونان وتركيا وبريطانيا كدول ضامنة على أمل تحقيق انفراجة بعد سنوات من الجمود. من أثينا ينضم إلينا دكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية. دكتور عبد اللطيف، أهلا ومرحبا بك. فكرة أنه ليست هناك أرضية مشتركة كافية لاستئناف المفاوضات بشأن قبرص المقسمة، هل هذه النتيجة والتي وصفها البعض بالفشل المعتاد، هل كانت متوقعة وما الحل برأيك؟ طبعا كانت متوقعة، لأن سقف المطالب بين المجموعتين أو القسمين لقبرص بعيد، يعني على سبيل المثال القبارص الأتراك ينادون بدولة مستقلة، بينما تنادي الجزء اليوناني، قبرص من الجزء اليوناني ينادي بإعادة توحيد الجزيرة على الأساس أنها دولة مستقلة مع احترام حقوق الأقليتين. أنا في رأيي أن لا زال المسألة صعبة، وأعتقد يمكن العودة إلى حل الذي كان في عهد كوفي عنان، والذي وافق عليه الطرفين من خلال الوحدة الفيدرالية أو كونفدرالية كانت لا يزال تزال، ولكن فشل نتيجة رفض القبارصة اليونان لهذا الاقتراح. أنا في رأيي أن هناك على الواقع قسمين لقبرص، كما تطهير الطرفين، يعني الغالبية العظمى من الشطر اليوناني من اليونان، والغالبية العظمى من الشطر التركي من الأتراك، وتم يعني إحداث خلل حتى في التركيبة السكانية من خلال جلب بعض الأتراك من دول البلقان، والآن نتحدث عن الجيل الثالث الذي ولد ويعيش في هذه الشطر التركي من الجزيرة. فبالتالي لا يزال الاقتراح إعادة توحيد الجزيرة صعب. أنا في رأيي لا يمكن إلا أن يكون على أساس. ماذا يدور حول فكرة إجراء استفتاء في شطري الجزيرة دكتور عبد اللطيف؟ يعني كون هناك تم إحداث خلل في التركيبة السكانية، يعني بالتأكيد سيكون هناك تصويت لصالح تقسيم الجزيرة، لأنه أيضا لا توجد مشكلة لاجئين، تم توطين اللاجئين الذين خرجوا من قبرص من الطرفين في بريطانيا وفي اليونان وفي تركيا، فبالتالي هنا الأكيد أن التصويت سيكون لصالح تقسيم الجزيرة، وبالتالي الحكومة القبرصية من الشطر اليوناني سترفض هذا الموضوع وستسعى في أقصى الحلول اللي هو الموضوع الفيدرالي أو الكونفدرالي. ولكن منذ أربع سنوات وليس هناك أي توصل لأي حل يذكر بشأن هذه الأزمة، من برأيك يمتلك كلمة السر، تركيا أم دولة أخرى؟ تركيا واليونان والدول المعنية في ثروات البحر المتوسط، الدول الكبيرة في موضوع الغاز الذي أثار حفيظة الحل أو السعي إلى حل ووجود كميات من الغاز في المياه الإقليمية القبرصية، والتي أيضا تسعى تركيا لأن يكون لها دور كبير في هذا الموضوع. أنا في رأيي يمكن أن يكون هناك حل في الموضوع الفيدرالي مع احترام بعض أو إعطاء لتركيا دور في موضوع الغاز حتى يكون هناك يعني نوع طيب من الموافقة. هذا الحل هل برأيك يلتقي فيها الطرفان دكتور عبد اللطيف؟ أنا في رأيي نعم، ولكن هي من الأوراق التي ستستخدم بالنهاية، لا يمكن أن يطرح الجزء اليوناني أنه يمكن أن هناك يعني أسعار تفضيلية أو دور
لتركيا في موضوع الغاز، ولكن دون ذلك لن يكون هناك أي حل. يعني حتى حد قبرص هي مقسمة إلى ثلاث أقسام وليست قسمين، هناك القسم التي تحتله بريطانيا أيضا، لكنها من القضايا التي لا يتم إثارتها بسبب وجود الموضوع التركي بالنسبة لليونان، وهو موضوع أهم لأنه 40% يشكل من قبرص. طيب دكتور عبد اللطيف، كيف يمكن أن ينعكس هذا الفشل في المفاوضات غير الرسمية حول قبرص المقسمة على التوترات الحاصلة أصلا شرقي المتوسط بين تركيا واليونان؟ يعني سيزيد هذا التوتر، لأن هناك السعي التركي للتنقيب على الغاز في المناطق التي تحاذي المياه الإقليمية للجزء التركي، وهي يعود لدولة معترف فيها دوليا، يعني الشرق التركي لا يعترف به دوليا. وحتى الحل الذي طرحته اليونان أو الجزء القبرصي من الجزء اليوناني من قبرص هو أن يكون هناك احترام لوحدة الأراضي القبرصية مع قرارات الأمم المتحدة التي لم تعترف هذا التقسيم. فبالتالي أنا في رأيي سيزيد حالة التوتر، لأن تركيا بحاجة إلى الطاقة وستقوم بعملية التنقيب، يعني سفينة بارباروس يعني التي ألا تتوقع بعملية أن يكون هناك أي تغير في الموقف التركي أو حتى أي تنازل، وخاصة أن تركيا تسعى في الفترة الأخيرة للسعي نحو الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي بل وكسب أصوات تأييد؟ تسعى، ولكن ما يجب أن يكون لتركيا، إذا يعني تركيا تصر على أن يكون لها دور سياسي ودور اقتصادي في موضوع غاز المتوسط، وهي من الأوراق بالإضافة إلى الورقة الليبية، هي من الأوراق التي تستغلها تركيا في الضغط على الجانب اليوناني والضغط على الدول المعنية في موضوع غاز المتوسط لكي يكون لها دور وحصة في هذا الغاز. فبالتالي أنا في رأيي يجب أن يكون هناك دور لتركيا حتى يكون هناك حل لإعادة توحيد قبرص، وإلا فلن يكون هناك حل. طب ما هي الخيارات لدى اليونان دكتور عبد اللطيف في هذا التوتر الحاصل؟ اليونان متمسكة في موضوع القرارات المتحدة والشرعية الدولية، وتنادي أيضا في حالة توحيد قبرص وأنه سيكون في إطار احترام حقوق الإنسان ودولة القانون في موضوع قبرص، لا احترام الأقليات وحقوق الأفراد في ذلك. فبالتالي يعني حتى ورقة اللاجئين، أنا لا أعتبر أن هناك ورقة لاجئين توجد لدى الطرفين، لأنه تم توطينه، وأنا أتحدث عن جيل الثالث والرابع الذي يعيش في بريطانيا واليونان وفي مناطق مختلفة من العالم. ولكن القصة الأساسية هي موضوع الغاز، ويجب أن يكون هناك حل لأن هذا سيقود إلى تصادم. أنا في رأيي تركيا ستقوم في المرحلة القادمة بالتنقيب عن الغاز، وهذا قد يؤدي إلى اشتباك بين اليونان وتركيا، لأن هناك أيضا يجب أن تنقل الدول الحافظة والمعنية بالحفاظ والضامنة لاستقلال قبرص وهي بريطانيا، والتي أيضا ليس لها دور أساسي في هذه المرحلة. طيب فكرة عودة المفاوضات في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، هل نتوقع أي انفراجة لتتحقق في هذا الوقت دكتور عبد اللطيف؟ الانفراجة إذا تمت العودة إلى مخطط أو اقتراح كوفي عنان الذي ما تقدمه بموضوع الفيدرالية والكونفدرالية، بأن يكون هناك برلمانين، هناك نوع من التبادل وتقسيم للسلطة والثروات، والتي تقدر 40% للشرق القبرصي من التركي من قبرص. فبالتالي هو الحل الوحيد مع وجود اللاعبين الأساسيين. يعني دائما في الأزمات الدولية هناك اللاعبين الظاهرين وهناك اللاعبين الغير ظاهرين، وهم اللاعبين في القضية القبرصية هم اللاعبين الأساسيين، وهي الشركات والدول التي معنية بغاز قبرص، ومن ضمنها تركيا وفرنسا ودول بعض دول الاتحاد الأوروبي على رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان هناك ضغط ورعاية من الولايات المتحدة الأمريكية وضغط على الطرفين، سنكون كحل فيدرالي، ولكن مع إعطاء جزء من الغاز أو تعاون في موضوع الغاز لتركيا، وإلا ستعيق أي حل يمكن أن يؤدي إلى إعادة وحدة قبرص. دكتور عبد اللطيف درويش، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أثينا.